قد يحقق لاتسيو ما يطمح فيه وهو على الأقل يا ولد يا ولد يا ولد بالفعل يحقق ما يطمح فيه. بين 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 من وهي طالعة من قدمه وهي طالعة من رجله، مش ممكن. ايه المهارة دي؟ ايه مورو زاراتي ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ سجل هدفين امام كاليري، وفي بداية المباراة قلت لحضراتكم انه سيكون احد نجوم الكالتشيو هذا الموسم. زاراتي يسجل هدف عالمي، هدف سيما، هدف مزيكا، مش ممكن. يعني شوف زاراتي استلم على حدود منطقة الجزاء ثم الكرة في الزاوية في المقص اليمين، تشيب رائع رائع رائع، بليسنج في الزاوية اليوم. قد يحقق لاتسيو ما يطمح فيه وهو على الأقل يا ولد يا ولد يا ولد بالفعل يحقق ما يطمح فيه. بين 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 من وهي طالعة من قدمه وهي طالعة من رجله، مش ممكن. ايه المهارة دي؟ ايه مورو زاراتي ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ سجل هدفين امام كاليري، وفي بداية المباراة قلت لحضراتكم انه سيكون احد نجوم الكالتشيو هذا الموسم. زاراتي يسجل هدف عالمي، هدف سيما، هدف مزيكا، مش ممكن. يعني شوف زاراتي استلم على حدود منطقة الجزاء ثم الكرة في الزاوية في المقص اليمين، تشيب رائع رائع رائع، بليسنج في الزاوية اليمنى.